انطلاقا من مشاركة النادي في الفعاليات المجتمعية، تم إقامة معرض للمعدات والرياضات البحرية على كورنيش خورفكان بالتزامن مع بطولة الشارقة للدراجات المائية الجولة الرابعة التي سوف تقام غدا إن شاء الله تعالى. ويتضمن المعرض الموجود حاليا في كورنيش خورفكان أحدث المعدات الرياضية للرياضات الأولمبية مثل رياضات التجديف ورياضة السباحة ورياضة الكانو والكياك والرياضات البحرية المحركات بشكل عام. كما شارك النادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية في مهرجان المالح والصيد البحري في مدينة دبل حصن في معرض يتضمن جميع الرياضات البحرية والأكاديميات البحرية في مدينة دبل حصن والمدن المجاورة له. كما نظم نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية دورة في السلامة والتحكيم في الدراجات المائية تقام لأول مرة في الخليج العربي بمشاركة جميع دول الخليج العربي وجمهورية مصر العربية، والدورة ألقاها المنظم الدولي السيد بيتر من IGSBA. كما نتشرف بدعوة جميع الجمهور الكريم في مدينة خورفكان والمدن المجاورة لها بحضور السباق الجولة الرابعة لبطولة الشارقة الدولي للدراجات المائية المقامة في كورنيش خورفكان غدا الساعة الرابعة إن شاء الله.